الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وأفضل أمته نبي أمتي ستفك أبو فضل بابان أبو بكر وي أبو بكر كي الصديق أرنت بطنا. وأفضل أمتي نبي أمتي ستفك أبو فضل بابان أبو بكر كي الصديق أرنت بطنا. وحان كسو بحني أن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وكنت المام موفق من قدامه. وحان مركا هل كان كجلينا الصحابة مسألة كسابسا بعد النبي أمدي سوحا أبو فضل بلان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق واكو يديسي مريس وحويا وعبد الله بن عثمان بن عامر التيمي. أبو بكر واكو يديسي أبيس نوحل هذا أبو قحافة. أبو بكر واكو يديسي أبيس نوحل يديسي وحل هذا أبو قحافة، لكن مرع وحويا وعبد الله بن عثمان بن عامر التيمي. مركز صحابة سيدة يكالي فضل بدينه صحابة سلامة فضل إكا ودرجات فضيلة دود ويكالي فضل بدينه. مركز شرحا واحد عرف كما رينا إنا سيبود أو مجمل أيو حراء وشيغية. وأفضل أمتي نبي أمتي سكنه فضل بابا أبو بكر الصديق وهي الصحابة صحابة رضوان الله إله 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 أنشديس عليهم كركو بهاهاتو يتفاضلون ويكال فضل بديه. فأفضلهم كانوا فضل قبضا، فأفضلهم صحابة كوا فضل قبضا. وقيب قيب ما هن شخصي مركان الخلفاء خلفاء وي الراشدون أهل سن الأربعة أفرطة خلفاء الراشدين أو فضل قبضا أبو بكر عمر عثمان علي الذين أفرطاسوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في شأنهم أرنتوا ذو كيري عليكم لاسمة بسنة سنة ذا هي وسنة الخلفاء خلفاء سنة ذا خلفاء الراشدين إيه من سنة خلفاء المهديين اللهنونيين من بعد أن يقضالك اللاسمة عبدو كوقنين عليها سنة بن واجد قوساء بكوقنين أفر تاسعه فضل قبضان جماعة كوحبتا. ثم باقي العشرة طبانك انت كسو هرتا كوحبتا عشرة دي المباشرين اللوغو بشاريه بالجنة جنة طبانك جنة اللوغو بشاريه أفرت خلفاء الراشدين كميدا أيها أبو فضل بلان طبانك مارك أفرت ودا أبو فضل بلان أمدا أمدا انت إذا كلانا وحا أبو فضل بلان طبانك أفرت صوهر اللحظة صوهر باقي العشرة طبانك جنة اللوغو بشاريه مرك أفرت خلفاء الراشدين لقد شره وحوي اللحظة صهرت يا أبو فضل بلان وهم اللحظة صهرت أبو عبيد عامر بن جراح ويه وسعد بن أبي وقاص ويه وسعيد بن زيد ويه وزبير بن عوام ويه وطلحة بن عبيد الله هي وعبد الرحمن بن عوف. مرك أفرت أبو فضل بلان أو خلفاء الراشدين أفرت أوحى كحلة لحظة أفرت لحظة مركز الاسكود درانا فمن كاس وحل لنا العشرة المبشرون بالجنة. ثم أهل البدر وحاكو حقا أهل البدر بقول طبان يبقى كيس عالية بدر كقايم قلي أقول فضي بلان انت كلي مركز طبان كعشرة المبشرين حقا لنبو. ثم أهل بيعة الرضوان وحاكو حقا أهل بيعة الرضوان بقول كن يأفر بقول والنبي صلى الله عليه وسلم تحت شرب بيعة كلا قلي كن يأفر بقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيعة كرجل جيد هوستيدا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إليها الشيغير المؤمنين ترالي أيان كن قضي مركي جيد هوستيدا بيعة كبلا قليه
هل ميت أو كم إذا النار قريبة كون يا فرطاس بره نبي صلى الله عليه وسلم حديث كتير من دي صحيحة وقول لي لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة هل قف نار قريبة أو كم إذا أنت قيد هوست إذا نبي قرى بيعادة قرى قرش مركة هو أساق حقا ثم الذين كو يكحيغا آمنوا حق الرمي وجاهدوا جهادي قبل الفتح فتحنا كهر فتحي إلهي المسلمين تأفوا راي كهر صحابة إن الله إنت إنت إلهي رميدي جهادي أكو حقت أهل بيعة رضوان هو أساكو حقا فهم مؤمنين تي جهادي قبل الفتح أفضل وكفضل بليه من الصحابة الصحابة الذين الصحابة آمنوا حق الرمي وجاهدوا جهادي بعد الفتح فتحه كقضال قرآن كان أساس حديه لقوله تعالى الله لك يسوي دليلا إلى وقل الله يستوي مصنا من منكم إذن كحالين كمدهين من قفك أنفق مالك يسبحيه من قبل الفتح فتحه كهر انت الالهي قوش مسلمين تسين كهر لكن مالك يسبحيه المسلمين تحرير يكجرين ووقعتنا تقالمي أولئك ضدك فتحك كهر مالك وذبحيه نفت وذبحيه أعظم أيها وين بضان درجة حق درجة من الذين كوية كدرجة وينهين أنفقوا بحيه مالك وذبحيه نفت وذبحيه من بعد مركز كقل أنفقوا بحيه مالك وذبحيه من بعد أي من بعد الفتح فتحك كقلال ضدك فتحك كقلال مالك وذبحيه ووقعتنو تقالمي هو صورة كدرجة وين وكل ضمان كوي فتحك كهر مالك بحيوت دقالمي إن يكون فتحك كدب مالك بحيوت دقالمي وعد الله الله وبلن قاضي الحسنة شنذي وناك برنه لا رب إلهي شنو بلن قاضي محال الوجه فتحك فتح من فتح المكة ميا والمراد يجدد بالفتح الوجه سلح الحديبية وهيشيسكي قال هذا نبقى الله قالي كاسوي سلح الحديبية هيشيسكي إلهي ونبقى أمرين الله قال هذا النبي يقول لك على كفارته كاسة إلى هاي فتحكم مقعاد إنا فتحنا لك فتحا مبينة مثل اللي هو متكاس معايلي مالين كاس في هشيس كاللي قرأي النبي صلى الله عليه وسلم كم إيا دور بقوله سوبي جيدت كم إيا أفر بقوله ويهوت ود سنة اللي حادي إيه لبس سنة كدب طبعا كم أعيدا أصدق وطوك مقالدي قبصد صوت أمريكا هشيس كله قالي أيها تعودي خبرية هالشيء واحد وينطق يا صوت قالي دينك يا فافي مركز على بس نبله واحد صوت كرباي سديت كم يلح بقول أسكري وحيدا مركز مالك سنة دي سديت أيها من طبلاً كم حين قالي أيها مسلمين تلو ودقي ونبي قفرتك مكة ثم المهاجرون هتلا المهاجرين تاكو حقا مهاجرين تا أيها كو حقا انتا صران عموما جودهم ثم الأنصار أنصار تفهم أنصار تي المهاجرين ت مركب ضدوب لقد يقول أنصار المهاجرين عموم وحافظ البلد المهاجرين وبعد ما ضط كليها بكون صدق هذا ضط بركبها عشرة المبشرون بالجنة طرنكم والمهاجرين أمد أنصار يكون مهاجرين تنكلا نبي هو المهاجر مهاجرين تكمل النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كنا مر الله مركو شيء يا أنصار يا مهاجرين مهاجرين تهر مريا مهاجرين تهر مريا لبا أيضا أيكوا شيء والصابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والصابقون الأولون ده كدين تهر مريا هريج المهاجرين يا أنصار مهاجرين تالله هر مرينا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دياره مهاجرين تالك أصلوا شيء مركز واحد لقدام مري أنصار والذين تبوا الدار والإيماء مركا قرآنكم مركز تو شيء المهاجرين تهر مريا مركا صدق صفان شيء أقوى عطينا إسم كل عشرة المبشرون بالجنة فرنكم هو المهاجرين نبي المهاجرين تكملي وكيري لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار هذا هجرة كيري لهين أنصار تكمل نقلة الأنصار الشعار والناس الدفاع أنصار ومرادة بدورتا مرادة فنانات دا وجيركا حكتا أيه أتيد السيدة قيمة أغلويه بطا كلنا ومرادة قرأ مركا أنصار تلتل كودر وادد وي وإله يكتس قيمة كلنا سيزدرت إلى حدان بهجر جل الله أيها كم نقول هاي النبي صلى الله عليه وسلم مركا الله بلا بلا وادد إلهي دورتا رالينا كان نقول مركا بيوهان ساس أيه وكالفضل بديه
أبو بكر أيانا شخصي أهم أبو فضل بضان أمضى أوردان أي أبو فضل بضان أي أبو فضل بضان السحابة أوردان إلا جعلادا وواج إلا جعلادا وإيمان إلا نبعادان ونفاق يا منافق نمر خبهم إيمان إلا جعلادا وإيمان إلا عرودان ونفاق تسدرت إذا قف كستو أنصار النعب أمسي السحابة النعب قف كستو السحابة النعب إنه كافر يا إمام مالك آية قرآن مدرشة سببتها السحابة محيكة لو قبتين وحي قبتين إن إلهي الرومية المركبة كبيرية إن النبي قوكر قال المركبة كبيرية إن النفط إذا يمال كودة كبيرية دين تألك كريالي ديدة توحيدك يسو نظر ما أنت الله يستنى نفط إذا يمال كودة كبيرية نفتو دي مالكو دي اكو بحري مركب قفتا نعب واحدة ونعب يا مكي وحولي لي دين كان ايقا صوبة باريو لي ايوا ماشي سوك دم لي واحدة ونكون نعب يا مكي إلا دم لي كراي قرين الله ماهي عقيدة أهل سنة والجماعة وحا كمين صحابة وناد قود الله شيكو لانا تشعلاب خلاف كي كان احد عين معاوية اي علينا ان لغا شيكين ولغا قابسنا قف كان طباشا ee qalbigiisa saxaabada wax u galaan waa zindiq zindiq waxnaha waa waladiin munaafaqow marka laba baxfiyo waa laga gaabsada wixii ka dhaxdhacay sababtoo ah hadaa u baxfinaydo inaad ceeb ka dareento ama aad ku tacaayireydo waa kuf iyo zindiqnimo hadii oo waxa weeye aad isleedahay cilmi aad ka gaartido mas'aladan aad si daqiiq ah wax uga ogaatidna فأنت على خطأ قطر وين تكسر أنت صدق وإن الآد وقفتا العلوغ اللي ومستشرقين تا أي آد أبنبونية أي غضبك وتصي صحابة أن الكرسي يسكوها يستير ولقد نبدأ أنه مالين كرسي يسكوها قفتا هل مالين صحابة كرسي يسكوها قفتا معاوية إيا علينا ولقد كرسي كما تقالنا ولقد كما تقالنا مالين مالمها كميدة كرسي كما تقالنا قف كيرا بكرسي يكون دخل من وزنديق سلطه على مركب هذا لرجع لي أمير المؤمنين أو أها معاوية شام الحكومة أنت كله بيع على مركب لقى لنا سبوا الدين يودي عثمان ابن عفان أيال الدين لمن مصر كي يبدأ الدين مصاري أو في تنايسان دول يسوي سوهر رأيي أصدق بقلال إذا ما يكمل نان هلكا oo hata abdoomadii saciidanka oo asan iskeleeyo xool u ah ay boqolaalihi oo ku hareereysan yihiin wuxuu yiri ninkii aniga ii difaaca adoon u noqonaa ninkii aanu difaacin oo toobka dhiga iska tagana waa xor taas inta toobka dhiga ay xoroobi hal qof ima difaaci karo qasma saasana lagu dilay markii la dilay cali ya amirul mu'minin loo doorto markii cali ibn qaa wa markii abu hurayra iyo waa ka u yimid aan ku difaacayo اسمعوا مانتا قرع الوانا كسان تهيون عدو إلهي اللي قرع عدتك كدينا وين لقاء الدفاع مركز يقول المسلمين طبعاً إنا دشاء ما يدشاء رعالم كوتا مايا يريد دكبه المسلمين تدقى لكم بالله أنا قد دمي ما كان قف يدير هالك الهي ودي ساسا الودي ساسا الودي فقفوا فقو إلا أنك دفاع ساسو كدينا مركز اللي دلالي عليا بيعاد للاقا علينا وحوين عثماننا ومعاوية إنا أدركيس معاوية إنا أدركيس markii ummadii kala beecadii Cali la gashay Muawiya wuxuu yiri ciidankii Uthman dilay Cali waa ku halkaas taagan soo qabo qisaas markaas aan beecada kula galay ma dhihin kursiga kugu haysta ma dhihin anaa xaq leh maalin ma dhihin waligiisna hatta amir ma sheegan Muawiya inta Cali joogay kale wuxuu yiri ninkii ina adeerkay yahay dadkii dilay waa kuwaas ciidankaaga ku jira ciidanka Cali ayuu ku jiray waa ku ciidanka Cali ay la safteen yiraahdaan Cali loo dirgaab marka ismaan soo gowrxeed ma garab wuxuu yiri ciidankaas ay ku dhex jiraan soo qabo qisaas madax ka wada jir ana baycadan kula gali Cali wuxuu ku yiri ma nimankaan difaacay nimankaan masaarida masar ka yimid wax la difaacanay ma difaacanay wuxuu yiri wuxuu waa shayaadin waa kuwan halkan khaliifkii gowrxeed haddeer magiyo kala qaybsan hadaan isku dayo inaan qisaaso fidna ka sii weynaa dhexe lama awoodo ee ila baycada ila gala bay aba ila gala an isku duubni heelno awoodda markan heelno fidnadu danto aan qabqabanno qisaas fiiri markii laga hadli tagay oo Cali Macawida wada hadli tageen nimankii shagaadinta iyo khawaarijta oo Uthman dilay
ciidanka ay ku jiraan habeenkii inta ciidanka ka dhaxbaxaan ay dhanka mucaawiyo waxay u diiday inta soo falaaro iyo inta soo waran kan Cali inta ay ku soo ridayay qowlbar waxa ay waraan isdifaacna wana la soo weeraray ciidankii mucaawiyo waxay u dagaalamayeen ar isdifaacna kuwii calana ar isdifaacna saas la isugu dhamaan qowlitaana ka shaqeynay ee kursi la isku haysto ma la dhixin ma garad kursi la isku haystay ma la dhixin marka waxa weeyaan mustashriqiinta iyo kufaarta raayigooda inaad tiraahdo kursiga waa la isku haysan jiray waxa dagaalami jiray saxaabadii waxa weeyaan waa fikr shaydaan wey fikr shaydaan wey Abu Bakar Siddiq wa Abdullah ibn Uthman ibn Amir At-Taymi min bani Tamim ibn Murra ibn Ka'ab wey waa ninkii ugu horeeyay ragga waaweyn Islaama Abu Bakar waana nabiga saaxiibkiis hijriyada markii la hijroonayo hijrada hijrada markii la hijroonayo waa halkii uu la socday nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiis markii uu nabiga sakaraatul maut ku hayeyna waa saxaabigii uu nabigu yiri dadka ha tujiyo muru Abu Bakr falyusalli bin nas Abu Bakr amra dadka ha tujiyo xajka sanadii sagaalad sanadii sideedaad la qabtay sanadaas waxay leedahay dagaal sanadii sagaalad ayaa la xajiyay muslimiintu soo xajiyeen sanadii tobnaadna way soo xajiyeen sanadii sagaalad nabigu soo ma aadin sababtoo ah mushrikiinta iyo muslimiintu way isla xajinayeen mushrikiintu markay xajinayeen qaar ka mid ah dhar cusub ee duu waayo markoo dhan xaq u dhigin isagoo qaawar dawaaf xaq iyo dumar marka ayagoo gaalna xajinayeen qof qaawanuna xajinayeen nabigu marka inuu la soo xajiyo waa diin sanadaasaas uga baaq Abu Bakar mas'uul uga dhigay xaj إعلان علي وشيغو إعلان هلا بح ووحا ترابان سنبان وحي كدن بيه قف مشرق حج الله مؤقل قف قال وصنب عابودة هي حج الله مؤقل يعني نغسو آدي بيت كعلي ثانيا قف قاوان ونمد وافقه سنبان سال إعلان شريعة الإسلام كوكو يقان وحا مركا لتشوجينا إعلان على قهر مرينا هل صنعي هيستان صوبا بس سنبي دنبي أيام نبي وسوي حج ayadoon hal gaalna xajka imaan hal qof oo qaawana uu san dawaaqay marka sanadaas sagaalad waxa xajka amirka ahaa Abu Bakar Siddiq sidaas weey ee Abu Bakar waxa gacmihiisa ku soo islaamay sabab uu noqday shan asharatul mubashirin kamid shan asharatul mubashirin kamid wa Uthman ibn Affan Zubayr ibn Awam iyo ninka la yiraahdo Talha ibn Ubaydillah Cabdiraxmaan ibn Awf Sa'd ibn Abi Waqqas asaga sabab u ahaa intaas asaga sabab u ahaa wuxuu dhintay Abu Bakar Siddiq hijriyadu markay ahayd 13 asagoo 63 sano jira nabiguna 63 sano ku dhintay 63 sano oo nabiguna ku dhintay salawaatullahi wasalaamu calayhi Abu Bakarna 63 sano thumma Umar ayaa ku xiga ثم أفضل أمتي بعد أبي بكر عمر عمر فحقة أحاديث عطينا إذا إني سيدا أكرا فضل بليه مطنع ما هو إيمانه حديث تزدرت إذا كور دقمين مطنع يقول تعالى نبيك أغاء أو سيدا سألا بيجر وقت نبيك أغاء أبو بكر أمضى فضل بلا نبيك أغاء لبيجر نبيك نواقير جر الرنتاس ثم عمر عمر فحقة عمر كي الفاروق حقي بادلك كلا ساري عمر أيها فحقة عمر كنيدي سوى أبو حفص عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب بن اللؤي أسأل سندي سد سندي اللحاد الإسلام سندي اللحاد بعثة ما كان نبي الله صوت دري ليح سنة مرك جو إسلام أفرت عن نين يكوب يتوان قبلا إسلام نبي الله هوري لكن أبو بكر سجى كوه مسلمين تأذى يقول فرحان مركي هو إسلامي أذى هو فرحان عبد الله بن مسعود وحيري ما زلنا أعزة كما أن سورين إنا نهاية عزة منذ أسلام عمر عمر مركو إسلام إلا صواب الله بخاري يقول الله صحيح بخاري ما زلنا أعزة كما أن سورين إنا نهاية عزة وشرف يا وابل منذ أسلام عمر عمر مالك إسلام إلا صواب الله حذيفة بن يمان رضي الله عنه وهو يري كان الإسلام في زمان عمر كرتل المقبل لا يزداد الا قربا وقت عمر اسلام كدينك اسلام كو وها سدا نين سو سودو كاله او ساعات ولبا ايو سيادهد سو دوغانش ساعات كاست معنا اسلام كو سي خوغيسري ساعات كاست و سي خوغيسري
فلما قتل عمر عمر ما كيل الدلي أو قال كيل الدلي أبو لول المجوسي من قال هذا الدلي ودم عابدة مجوسة ودم عابدة هذا سوى صلاة الصبح كتيرة صلاة الصبح الودري سوى كتيرة مدي ونطع فايستي أو سن مريي مريد أيوه واحد وياه كومد كاسو عواش كسوري مركزو صلاة تجينا إمام هاي الدين الصبح السحابي قبض ما قبل ولا دحي ولا دحي ولا دحي ولا دحي دوري طبعا مركو ضاوعي وأركينه صبح سكرين أيوه سجور عسنا يسدري قال كاس أبو لولو قال كاس يدري قال كاس هو كعريسنا وحوي ودولة دي غير فارس ما كان إيران تلير هذا وحوي فارس دولة اللي راح الكاس تجريت لبدي الدولة الدون كوجوا ويندوا فارس ميت كاميرا دولة دي فارس مكة واب لباب إيجي إلى هنا صاروا خو قاعدين حمى أمر أمر مركو أمير المؤمنين أها أيه لباب الشيء إل مركو الدولة دي سو أرايو رافض الله ساسا لسمي رافض الله ساسا لسمي رافض الله حلا لسمي إل أي كعري سيد دولة دي عمر باب الشيء أيه إلى هذا طب ما إسلام شيعنا وحويان أن مركز إسلام كساس ودور إحنا نقوم ما دام يقوم رايح يبني ودور إيه سداسوي مركز من كاس الدري مركز وقول الحذيفة فلما قتل عمره كان كرجل المدبر إسلام كمركز عمر الدري وقول لمد نقضي من تجي أسيس عراق له لا يزداد إلا بعدا فوجئ شبح عليه بسياد مايا ما علم كاس إسلام قصيد ضعيف وتبر دقة ما علم عمر الدري لقى صوب الله كل يوم قصيد ضعيفة مالك عمر الدري كصوب الله مركز سداس حاكم كوري المستدرج وغير وصحيح على شرط الشيخين ثم عمر عمر يفعق الفاروق يحق يبادلك كلا ساري ثم عثمان عثمان يفعق عثمان كاسو ذي النورين لبضى النور صاحبك عثمان ابن عفان من بني أمية ابن عبد الشمس ابن عبد المناف تبكي هو الرئيس الإسلام كاملها انت نبي قدار الأرقم قريم من قنئة أيوها سقنا خلافة عمر كذب أيو قبطي أهل الشورى دي أيانا اسكوا فقدي والد دي لأساقنا خوارج تي الدلين يا مصر كتمن أسابه شهيدة بشد الحجة وحوة ينصدن يشن هجرية بمكة إهير أساقه ساقاشن سنكره حلو بحشي دي النورين دي النوري وحلوه بحشي لأنه تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبطوط ونبقوا طلعي أيوه قرسلي مركي كوات وحو قرسلي رقية وحي كلمة سنادي لبات وهجرية وحو قرسلي أم كالثوم كدب لو كلمة لما قبطوط ونبقوا قرسلي لما نور الشيقة واكاس فضايشي سواء كميدا لبدي هجرية تدكي هجرودوها marka horena xabash uu hijroday markii dambeena madiina tobankii jannada loogu bishaareeyayna waa kamid nabiga sallallahu alayhi wasallam maalin ay sabab jirkiisu muuqdo ayaa waxa soo galay abubakar nabiga sidiisu ah umar aan soo galay sidiisu ah usmaan aan soo galay maradii uu fitsad markaas la weydiiyey rasuulka alle labadaan saxaabiyo ka horay baa soo gashay marada ma fitsanay usmaan markii uu xadu fitsad nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ألا أستحي من تستحي منه الملائكة ميارا كحشورين أحد كان ملائكته كسر في قلته ملائكته كحشورة عثمان ملائكته أيا كحشورة لكن خواريته كما حشورة ويا قول الحين أيوب ملائكته لكن ما كحشورة عثمان من عفان صحيح المسلم بحديث قال كوية لا لكم أفر بقولي كو وحاكم ذا فضايشي سا جهس جيش الأسرة جيش الأسرة إذا كلدي كنا وسحاب الدياري وقسوة تبوك جيش الأسرة إذا كآري وقسوة تبوك وإذا كأبوبنا صدّن كم أو عيدا ليش أبوف جدنا آري سنة سجالات جزيرة العرب والمرك الإسلام كوه جان سنتي إذا كيو نبغو تري إذا كأبوبنا يو أصلا أقول فجأة ليش آري سجد الدياري أتقاله يكون بحر من بيبي إذا كربان دخلها يكون بحين سجد بيبي عثمان صدقن كم سجد دياري سأسترت يا نبي عمر كسير صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان عثمان من عثمان ما تبيه ما عمل بعد اليوم ما أنت كذب وح وصمية دمي وحركة نبي من دمي كستور ما أنت كذب وصمية وحركة نبي من وح وما أنت سمي
حيالي حسناتك ووي قفك دبي سوا بابئيا وبابئيا مركا حديث كاسر وحديث صحيح الترمذي أيوه الكتاب وينين دقية ثم علي علي كحق علي المرتضى إرالق لقاها علي إرالق لقاها أيها كحق أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المناف بن عبد المطلب أبيس أبي طالب اللي ركو يديسا مقع أبيس بن عبد المناف بن عبد المطلب عهور إسلاما سيقو قوري سيقو سيديت سنجر إسلاما نبي قبدي سي فاطمة ويقور سدي لبدا ويلا حسن يا حسين نبقو شعلا فاطمة قشينا ولبدا سي ويلا سيقات لك وحكمي ذا الآن فضائشي سي حديث كان صومرني ونبقو يوم خيبرا أوليري لأعطينا راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بري علن كوحن ديبيا من الله يا رسول جعل الله يا رسول الله جعل يه او الهي غعمي سا خيبر مسلمين تو غفر علي ما بيدالو انت كسار مركا الله جعل رسول كنا واجعل صلوات الله وسلامه عليه خلافه لا يقبط عثمان كقبال وانا الذي ريسبه شهيد رمضان هجريه مركي اهيب افرتن اسبه 63 سنه جيره نبيغا ابو بكر اسغا اسكو داي كو دنتين سوده ايي كو دنتين رضي الله عنهم الى هي راضيها كنقضوا خلفاء الراشدين كافرته اجمعين دمانتود يا صحابه دمبا سداس اني او كلا فضل بلين مرتي كوغو تالوا كان حديثكيدي لما حديثك يا ودليل روى وريي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر وحو يري كما وحنا هين نقول كويرا هذا والحال أن نبي النبي صلى الله عليه وسلم حي النبي أيضا النبي النبي هاي أن واحد به ترني أفضل هذه الأمة أمة دان قفك أفضل بضان بعد النبي هاي النبي هذا كقضال أبو بكر وي ثم عمر عمر كحقا ثم عثمان عثمان كحقا ثم علي علي كحقا فيبلغ وقارجر ذلك وكاس عن نبي النبي النبي قارجر فلا ينكره النبي ولا ينكر جري نبي قال السنة وحا اللغة قاطع وصدح قاطع ند أساقا قوات الله ند نوافع الأوسم يو شينا انتلا سميو أغاده أيوسم انكرين وحا الله وحي النبي قارة أو أغاده والنبي أوسم انكرين سنة إقرارها لرا وإقرار وسنة النبي سنة النبي قوي مركا النبي ساس لها النبي قاري جرتي نبي ولا ينكر جري مركا وإنه سحتة إلا بعض النبي ما إقراريه مرغ مقر بعض الوائل كرا الحديث كسداس وشيغي متنغا فيريا شرح وغير هذه الرواية أخرجها البخاري بخاري صار في صحيحه رقمك صدق أفر بقول كنتم يشان باللفظ كنا وحانهين نخير هو كلا خير بطنيسية معناها هو الشيغين كلا خير بليه بين الناس بطن كنا وحانهين نخير هو الشيغة إنه كالقيل بليه بين الناس ذاتك في زمن النبي وقت النبي صلى الله عليه وسلم فنخير وحا أقير بدن سيجرني أبا بكر ثم عمر بن الخطاب كحيجرني ثم عثمان بن عفان أيام كحيجرني رضي الله عنه حديث كبخاري وصاص علي كل جيرو وعند أبي داود وحقصنا في سننه أفر كل إحبق الله تريد السداد باللفظ كنا نقول كنا وحنهين نقول كوير هذا والحال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم حي النبي أفضل أمة النبي نبي أمد سواح وفضل بضان صلى الله عليه وسلم بعده نبي كقبال أبو بكر أيها وفضل بضان ثم عمر عمر كحقا ثم عثمان عثمان كحقا رضي الله إلى هاي راضية كنغض أجمع إن دمانتون ولم يذكر مشيق عليا رضي الله عنه وقال الشيخ ابن عثيمين وقل رحمه الله أنه شأني لم يجد موسن هرين هذا اللفظ اللفظ كان الذي لفظ ذكره المؤلف مؤلف كل لفظ أمتنا كوقعي وعلي الشيخ بزيادة علينا بطالب أنا قواه وايي أوي مجموع الفتاوى ابن عثيمين جزك الصدحاء اكتو شناط جزك شناط وهو ايام قدرات الاسدين مركا حديثة صحيحة وهي كسو أرغتي صدح لاس إنساس الوقت الهرمي أهل سنها لا شيء وين ظهرتك على جرتها فضل جودة هي خلافة رسول أكرم متمايل خلافة ما أمن جاري ونص صعقة خلافة
وحويه ونصص اعتمادنا نجاري لكن حق شخصيا هم فضلك أهل السنة ويسكوا فقسيهم إن أبو بكر فضل بضنا ويسلاء قليهم إن أكو إغي عمر ويسلاء مركز قلافي ماذا علي يا عثمان يا فضل بضنا بيري علي يا عثمان أهل السنة أكثر كل وحي قبان عثمان فضل بضنا حديث كان أنا عدي بعض أهل السنة وحي قبان علي يا فضل بضنا وعثمان إي علي أبو وحق فضيلة أما حق خلافة إجماعي كويه أبو بكر أمتنا وأنا سيدي اللي أقول لي وحيكو حقي عمر وحيكو حقي عثمان وحيكو حقي علي طفق ساس خلافة مبتدع يقاني أهل السنة إجماعي خلاف بحيو الملك حق خلافة يا إن المسلمين خلاف خليف كودين نقضة وحق لها سيداسة اتفاق كويه لكن حق فضيلة لبدا أنا خلاف يرو كتيرة سيدا سواب كا أهل السنة بغيهن وإن عثمان لهور مريم وصحد ويان صحد المتن كان كل هذا وصحد ويان صحد الرواية الرواية عن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب كان صحد رضي الله عنه أنه علي قال وحيري خير هذه الأمة أمة تنقفك وخير بضان بعد النبي النبي الذي كقضال أبو بكر وي أبو بكر وخير بضان أمة النبي كقضال ثم عمر عمر كحقا ولو شئت هتان دونه لسميت وان مقعاب لها الثالثة متك الصديحات كان صديحات هتان دونه وشيك كري لها علي لكن ما الشيك مركة رافضه من حيليه كل عمر ورقاله لينا سوي علي نو أباك أبو بكر نو قالك علي علي أيها وحي لين ناشي اسكالها فيه أيها هاك ناشي جوغان فيه علي يا ربو خليه بعد اللو يالتيني أبو بكر أفضل بلا بعد النبي فيه مركة بعد اللو يالي وعبا بعد اللي يالي نجيل وعبا أيها الصحابة وطن وقالوا ذي لي طور حبا وحن طوان دمين إسلام كبو سهرتي لي وحن طوان دمين سلمان الفارسي أبو ذر الغفاري مقداد من الأسود وحصاصة أقولي يا علي بن أبي طالب حسن يا حسين وحن طوان دمين وحن طوان دمين كل الصحابة كل دوان قالي لي وردوني حتى مركي ورانا منافقين هايين إليه قال أبو بكر عمري حتى مسلمين ومن نقوم هل كاسي كوا أنه من كان إيران أبليدي وأنه من كان دولة إيران ورافض ضد وأنا كنت تصبيح صلاة إنه العنبان أبو بكر عمر تصبيح دوري كمت إنه عمر إيا العنبان مركي ضد بضل أعماها وحوياً مركي أركان شميت رافض ديا وبق بق 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 لها قطبين هايو وحوين حراء قال اي هوس اسكي اوغيين ادمدين ديدين ايليه ما احشا جمهورية اسلامية حاجة جمهورية وادم جمهورية شيطانية او اسلام من منك عائشة يا ابو بكر يا عمر لعنبا يا جمهورية اسلامية يا جمهورية شيطانية وملعونتك مركا واحد وين الاخرى من هاي جسومة النبوية كنتم صفاء يهود او قال لما بريه الشيقة كنتم يهود اي وقع اللي يبريه او يهود اقرين او ايام القضاء مركا وحوي لما كان ملعونين وي ما هنطق قير له يهدون كتسوه من خطب كودة يبقبق دون وروى ابو الدرداء وحوى يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه نبي قال انه يري ما طلعت الشمس قرحت امصبح ولا غربت امانت بعين بعد النبيين النبيالك كقضال يا والمرسلين الرسوش كجبال على أفضل قف كفضل بدل من أبي بكر قرحه أمر الصابح أمر الدين وحديث ضعيف حديث كان ضعيف وحوري أحمد في فضائل الصحابة ابن أبي عاصم في السن كوري صرت لا ضعيفين لبن من المدلسين هكذا وبقية ابن وليد هي ابن جريج لبدوا ذنوا مدلسين ولبدوا مدلسين تكمدين عن أنا هنا قوارية مركا لولا عسلنا كنت تسلس وتعيف كوية بقية من الوليد لها كنت ابن الجريد مركا لولا دنوا لما مدلسات مدلسان وي مدلسان وي مركا عن أنا هنا قوارية مركا كاس وحن قد بقى حديث صحيحة نصو شاكنا حديث صحيحة وحن نغف لهم أكسوا هم ضعيف ومارن انت صحيحة فضائش حق الشخص شخص حتى واحد اللي قال لي مسألة
حق خلافه سيده يقول كلا حق لهايين سيده يقول كلا مطمئين وهو أبو بكر بي. وهو أبو بكر أحق خلق الله إلهي مخلوق أبو ريوامدك أبو مضان بالخلافة خلافه بعد النبي النبي كقضال صلى الله عليه وسلم لفضله فضله سدرته أي أم مطمئة إيا وسابقة هرمرين ديسة إيا وتقديم النبي النبي هرمرين تيسة صلى الله عليه وسلم له أبو بكر وهرمري في صلاة صلاة على جميع الصحابة وكرمري رضي الله عنه وإجماع الصحابة صحابة إجماع ودرته أبو مطمئة على تقديمه إن أبو بكر الهرمري يكون إجماعين إيا ومبايعتهم بيعانا سقل لقلو ولم يكن الله ألنا معهن مريدا مثل الدونية ليجمعهم إنه ككل ميو على ضلالة باري هل كانوا حكو شيئا قفك خلافة أمتنا وأبو بكر الصديق وقول الشيئي إنه أمتنا وقول دليل شري أفرعهمو كانوا هو رأي بفيري وقول وهو أبو بكر أحق خلق الله مخلوق إلهي أساق أمتنا بالخلافة خلافة بعد النبي النبي كذا رسول الله عليه وسلم لفضله سقط الفضل بنا مركي النبي جوري ومضى إمام كودي النبي أحا صلى الله عليه وسلم النبي بعد يسقفك وفضل بنا وأبو بكر صوما الحديث صحيح عن سؤال النبي خلاص السقط مركي أبو فضل بنا سداس أبو حق لها إن سقط إمام لقديمه كود والدليل كتبه لابو يا وسابقة هرمريديس قف مسلمه النبي قف رمي أو إسلاما سقط هري رجع قف نبي قد مركو الدين تدعوا له أبو ياري قف كي كونات أرهمي أصدقها صدقها وحركة ووينة مركو أصدق حق الله النبي قد مركو إلهي أرسلين إمام كمسلمين تلقى أو قليف لقى بيه وانا نسأل الله بعض أو تصدقوا حق لها صدق وتقديم النبي نبي قد هرمرين تيسى صلى الله عليه وسلم له أبو بكر هرمري في صلاة صلاة على جميع الصحابة الصحابة لمنته الكرمري نبي مركو نولا صلى الله عليه وسلم أسجد ذلك تجيري سكرات الموت مركو هي نبي جوحو هرمري أبو بكر أنت كلو نبي شوفته أوغر مرو أبا بكر فليصلي بالناس أبو بكر أمر ذلك هتجي إمام كان ذلك تجيه تسوى إشارة نبي إشارة يو إنه أبو بكر أسجد عليه الخليفة المقام ما ذي فانت حديثه وكل شارة حكم إذا حديث صحيحة نبي صلى الله عليه وسلم سلانا أطمت وحلي ويدست وحسيت وحي وحري إمو هدان كويا حان سمينا هيك قد قد ما أنت هذا وحسيت نبي وحر أبو بكر إمو صو ما عدا أبو بكر كسر فري سمي أبو بكر إمو ساس في وحديث كلا تصي ما كان نبي ساس وهرمري نبي ساس وهرمري كان كلاته النبي قد فضيلة دي سهد القرآن كالصاحب كالدوري ده هو المشيك أنه أبو بكر بيري إلا تنصروه فقد نصره الله حداتنا النبي قد أقرقارين إلهي ما أقرقاري إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين مركي قالوا كسو سارين النبي قد مدينة مكة مكة مركي كسو سارين السبع الله مدكوت لبدا سياوه أبو بكر يا النبي أبو بكر يا النبي قد بسمه إذ هما في الغار مركي قد كتوا لجري وحق قد كتوا لجري نبي أبو بكر بس إذ يقول لصاحبه لا تحزن مركي نبي صاحب كيسو كلها همرقون الله ما لجري أبو بكر وي صاحب كنبي فضايش السقع اسكال أبو بكر السقع اسكال هنكالاته وغلل وغلكم مطنعبي وإجماع الصحابة صحابة إجماع ورأي كل إجماعين على تقديمه انت كرئ لك هرمريو ومبايعة البيعة إلا لقلو صحابة وطلر كيسكوه مادين والنقاش علي بن أبي طالب وغلل وافق مركي النبي قال له أرصدي أبو بكر وحال الدورتين النبي قال له آسين وقال أيضا النبي قال له آسين سببته حتى لإذا النبي قال له هر آسو وحد على إن آسين دي سبب لكم مرمو سيسدر كيدا وواجب بإجماع المسلمين مسلمين تقول أمير يا شخص هذيك الآس كان نبي قال لهم من هذا مهمة أيلاد هاي إمام كمسلمين توحى كتوسيا نبي قال ما يكيسوا بنان كي يلا لي هلا قوم لما دي ما يكيسوا عاصم نكون لما دي
هاي الأسرع والأمور بكرامة ديكال ومتى حتى يسن إمامه هاي نكاد ضميد مهيمة إليه هاي من حويلها مسلمين تتاسع كتوصل وإن ما نبي قد شفادي سيو بنان كتالة لهر مري أولا يري أيضا إنتان لأسي وإن وعويان مكور أمير لها إمامك وإله المسلمين مركا ويقول علي النبي دالي مركي نبي قال الله أفسد وافير نيو مركا فير نيو وهم أغانا يقول النبي أبو بكر أهر مري الدين تيدا إحنا صلاة دي وهم يريو يري منك النبي محمد حالي أغانا قد الدين تيدا الدنيا دا يدا حالي أغانا أمير هنون ساسا مريو ديري ساسا مريو مركا تاسو دليل ولم يكن الله ألنا معهن سو قدر نريد من دونية ليجمعه منه ككل ميو على ضرارة باري ما بدئي كارتو إن وحويان صحابة ورمت إن أبو بكر يكون يجمعين ما بدئي كارتو مركا إلا إلى صحابة ورم بادل يكون يجمعين قف كيرا أبو بكر يعلي علي مدنى سيدة رافي الضبط وحويان واقف يري صحابة ورم ضرارة يكون يجمعين أنا إنتهى سانا ضرارة يقول في الأمر ثم من بعده أبو بكر كقلال عمر عمر أي أهابي ثم من بعده أبو بكر كجبال أحق خلق الله بالخلافة قفك مخلوق إلهي خلافة أغمتنا عمر عمر وي رضي الله عنه أبو بكر وحي كحقه خلافة مطنا لولا بنيني وعمر بن الخطاب لفضله لما شيء يدري شيء ولفضله أستغل فضل بضع أنت يدوك كل الله ما رضي أبو بكر من ثي هو وأنا سؤال عن الحديث هذا صحيح أهير لابو إيه وعهد أبو بكر أبو بكر وكابل لما إليه عمر أبو بكر إنتو نورا أيو كابل لما أوير آنيقا بعد خليف وحا عمر بن الخطاب وأنا لابو الطريق أو شرعيقا أحبو ملحوينها مسلمك وكوي ماذا لابو الطريق بسا شرعيقا طريق وامد كان عمر كوي من أبو بكر طريق وكوي من وحال اسكوها يا من نسا وحديث تابع عطيرو النبي يا عدي إلا ونجا حديث شاكناي مصروا الشورو لماذا متكي لنا بوا شرع دي لنا النبي يا عدي وهذا وحيا ولو عدينا وحد دي شك مالك هدي لنا صحابة أهل حلو العبدية وأسورية وكل اجماعينا أيضا شك مالك مدو كل مدو أبو بكر وحق لماذا طريقه ولماذا طريقه اجماعين حقه أحاديث حراء إشارة إذا فضلنا واجرته وأنا كنت مع الصحابة عمر بركة أبو بكر كبر الله ملحوين وقو حق النقض الله بدأ طريقك أي كمت إن ملحويني كور كبر الله إذا أروه بان من تهيب الأسكالة وأمير مسلمين تقوع وطريق حقا طريق سنكوي لما رأسو الشيء أن عمر مدى ذكر وقو كمينها دكا من همين تا نبي قينا الصوبان صلى الله عليه وسلم وقو لدكا من كور وحاكو جيني دكا من حدثين والله لحظ الله ومعنى حق الله وافجيو حبي امده اذا قف كميدو كجيران او عمر والحديث البخاري ومسلم عمر وحا نبي يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قد صارك فجا ولقى الشيطان كل ما كن من اضوا وضك الصعود الا صارك فجا غير فجك وضرا وضان هين مرى الشيطان وضرا عمر كصعود شيطان كسو كصعود دوكي ما وكان لخدا ايش وضم قادان عمر سوى الدور من مرام فتنة يا مسلمين تان الباب كون بحياة وعظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر ويقول وقال له يدي واحد الباب كاسم الله تشبينا مسيح وعلى فرع وقال تشبينا وانا لدي لعمر وانا لدي لعمر أحاديث إشارة يدانا واجبته والنبي إشارة يقول إن أبو بكر بعديس خليف كمسلمين تقنح نقطهم وانا جبته وأنا حديث كبخاري ومسلم ما يقول صلى الله عليه وسلم وافق يوضي وعن كره يوضي رعال وذان كرس عرمتهي وعن كيو رعال وذان كرس عرمتهي مركزا أنا وذانتي أنا شبهي ضبكي الله ورابنا وذانتي أنا بحيني انتي لهي الدونان وذي بينما أنا نائم رأيت على قليب عليها الدلو قليب كوائل كأن لابسين أفكيس فنزعت منها ما شاء الله وحن ولان تسألوه بحين أيون أنت إلى هاي الدور وانضت كورها بنا معنا ثم أخذها ابن أبي قحافة إن أبي قحافة قاتل ولانت مركا أنيك كوري يجي إن أبي قحافة أبو بكر الصديق فنزع وحن صوب بحين ذنوبا هل ودانا أو ذنوبين أمل ما ودان
إلا أبو بكر يمسوه هي خلافة لبسنا يدور بلاد سيدة لبسنا يدور بلاده هل ودان أمال لقو ودان سوى تشيدو للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الناس إيه ضعف تشيدو دي سنة تقدرها كتبتوه يغفر الله الله إلهي هو ضعف معناها وقت 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 أبو بكر وقت دب ونوح وقت إسلام كوسيفة في كريمه وحبرا إلا مرك النبي بنتي قضاء فربض الإسلام كالاتين وقت يسير روح وكل ما يجي إنه واحد ويان نمان كي مرتدين تهسافت وقاتوك سعر الإسلام وأنا إلهي كبوري إلهي لو كبوري مركا لكن فافتان بضانا وفتوحات بضانا وكل اللماء أودين وقت نمو مهري وقت يجي وكل ما يجي واحد ويان نمان كي مرتدين تهسافت وقاتوك سعر الإسلام تهسافت وقاتوك سعر الإسلام فاسو كنا ما مركا نبي وغيري صلى الله عليه وسلم ثم استحالت قربا لانك كالبير أي ولا أنت وريكت فأخذ ابن الخطاب إلى خطاب قبصري فلم أرى عبقري ولقي قف كعبقري سن معنى عربي وقول سيد ولا أنت الله بحي ينزع الناس عمر من عبقري وقوم تاسل وقابك ولا أنت بحينا عمر بحينا ولقي معنى عربي الله بي يطرنس وحو عفر طرنس سنة يطور بلاد أي خليفك مسلمين طه مركز ومركز لفرتي مركز ومركز لفرتي وحوين دولت دونك وقوين وفارس يروم اللي سوق غنيني تاسي نغط تاسي نغط حتى ضرب الناس بعطني بدك يطن اول ولان صبي حولا ورابي اهير بدك يطن وحسكو قيو سباشا عطن كواميشي قيل مركز لشواء وفارس قيلو مركز لشواء ميالو فارس حيل كايتي ساسوما هل كاسو كو سباري دبك يطن ويرحونا ايش اسو سكو قي وح اومان بالله معا بخاري ومسلم حديث قولي حديث كاسو الله كاسو كم موقتا إنا إساس سكو حفت إمامه إنا سكو حفت ثم عثمان عثمان ويقفك وحق لمبضا ثم عثمان ثم أحق خلق الله إله المخلوق يستفك وحق لمبضا بالخلافة عثمان وي بعد عمر رضي الله عنه ولتقديم أهل الشورى أهل الشورى إني هر مريين له عثمان عمر مركي ودمرعي أو قال كي ترين كم مدي وحو يوحو يري عشرة المبشرين لح كمده تشوكت لح داس حصوات دورتين يري أمير كمسلمين لح داس أمير كمسلمين تحصوات دورتين يري لح داس وحو يه أو مركز تشوكتي وحد كسرت عشرة المبشرين أبو بكر إلا وكور عمره عمر روى بعد مركز أمير كدمرعي أبو عبيد عامر بشرح نوى كوري وحوى سعيد بن زيد كضر ليه ذا كلوه ليه ذي كلاه أول شوكتي أيوه وقل سعيد بن زيد وقت شوكتي لكن كبتشري ليه ذا سوقه يرصاد دارتا أميركا مسلمين مركا هدين ليه يهين هدين ليه يهين ليه ذا وحوى يوحن كسر راحكو لعشرة موشرين وحد كسر تا أبو بكر يا عمر يا أبو عبيد عامر بن جراح يا سعيد بن زيد ليه ذا صهر إلى عثمان بن عفان يا علي بن أبي طالب يا زبير بن عوام يا سعد بن أبي وقاص يا عبد الرحمن بن عوف يا طلحة بن عبيد الله ليه ذا صهر وليه ذا ليه مرك واحد بيعكر تصدح يا صدح النقضان ويلكي سيو خضر عبد الله بن عمرها لآبيه سأمير المؤمنين هاي بن طيب تعسيد وإنه ما كان قايم قاله تعسية لطا هي صبرسين إنه أجاهد مسؤولية الإسلام كم يشهد وهو بصنع وإنه ويل كي قاعد تضرع إنه كوأه لو بدأ ديبك رسالة أمير كمسلمين فيري لو بدأ ديبك ودي ده إنه كان يجوب بغرتوي فيري لو بدأ ديبك هاتي لو بدأ الله مضيع عبد الله نعم صحابة هذا هو فضل قبل ما يقولوا ما بيأتي الذي صحابة كميدي حق ولا يدك لو بدأ كانوا كميدي لكن فيري الإعلان ومضنا كالإعلان فكفن البدن على كين شوكة عبد الله بن عمر إلا عشرة المشرين يشوكي لولا ديري كمي لكن هدي أتصدح يصد نقطان أيو عدك أيدي سترى إستيح الله انت أصنبو تلاقى لويلكي لكن أصنبو لولا ديري كمي حيلا فكفن البدن على شوكة فصنبو واحد كتوس يدي عدل بن عمر مركا كواس لحدي أياد دورتي أو كو اتفاقي أو كو اجماعي وحويان عثمان بن عفان إلا قدو سيداس يكون اتفاقا سيداس أمير المؤمنين كنه سيداس أي أمير المؤمنين كنه ثم علي علي كحقا ثم أحق الناس بالخلافة بعد عثمان علي علي
رضي الله عنه ولفضله كو أسقى الفضل بنا أنت صاحبته أنت صاحبته أسقى الفضل بنا إلا أول عثمان اللي تقول يا فضل بنا عثمان أول أنت سوما أنت صاحبته أسقى الفضل بنا ما كسموله كو إياه وإجماع أهل عصره وقت يسدد كي جوه كو إجماع عليه علي مركا لقر هي برهي الشام هي الشام مركا لقر الشيبه مركا طريقة يقص معطي خلافة عثمان يمد علينا وشورة وانا طريقة اللبادو من حوينها مسلم يقص معكرة وشرعي واما حي وشورة بين أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد إن يطفك كشورية ويكتا شدان يمد دورتا أهل الحل والعقد يا واي العلماء والأمراء ووجوه الناس صدح لا سأل هذا العلماء علماء أمضى والأمراء بدك ما راح ضروح إذا ما راح يصير إياه ووجوه الناس بدك الصنعة بدك كل حي أعطكوا الله سيستاقي سيدا ما بدونا لا تكح تكع صدح لا سأل يسكوير أهل الحل والعقل صدح لو دعنا أميرك الضغطة عرورتك كمتشراء دورك كمتشراء مريانتك كمتشراء وحويان دك سياسة تيدة دين تيدة هي الديمقراطية والشرعية سمالة دين تيدة هي الديمقراطية والشرعية سمالة ديمقراطية هي الوحدة عالمك هي جاهلك واسمه من كيف هل عضولي كيف هل عضولي قالك هي مسلم واسمه وطن كيف هل عضولي كيف هل عضولي كيف هل عضولي متك عطفي عن مجهد رجع يا دمرك واسمه من كيف هل عضولي هل كاسن تقلد مصحته أهل العلم قد يدفع كلام اسكم ذا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولهلين ورما اسكم ذا وما سميهن دفع علماء يدفع كلام مصن سبحان الله أي قال يا مسلم سميهن أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموا ما كفار كمجرمين تهان مسلمين تكمل دقينا سوى حكم ذا ولهلين حكم كفار حمدين وليس ذكر كمنفع فجأة الدمر اسكن ميت معهن وله إليه فيري مركة بقى نكف يوي أو بلعب وحوين دمر كا وحبطكم لها الدورة شد وحأي كلين ملي أيها هو قبها مسلمات كإلهي كعبسنا أمر إلهي سي هو أنا لك عبسين أمر إلا سي وقرنا في بيوتكم قريها قصبنا هذا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه تقول هاي سموچنينا سدا قالوي هور اسكو موجي جيرتي غوري غيره جيرته مسؤوليه ويلي هيدا او من كره كري وا معلم ككوباد او امته تربيهيه مسؤوليه ان قف قره كره الارق و اني غوريغه بقرات كو اهاتا دركا لوو كينا دهبكا لوو كينا انتو لوو كينا لوو الهاليا لوو حفديا لوو كرانيا هكاس بقرات جوكتو شقبه اي هيدو wax qaba kar oo qabo kale ma jiree loogu duceeyaa lagu karaanayo laakiin hadii la ila ka soo bax ee raga dhexti laabso baarlamaanka ku jirta subhanallah fawxuma waxan ilaahay ka xishoonay waxa soo dalaan waa fasad sadax shan arurayda shan baarlamaanka ku jirta lumay yaa umma qan aruurti muallim yaa umallim bal ka talin marka waxa weeye inay gabdhuhu madax noqdaan nabiga waa diiday qoomka madax ka dhintana ilaahay ma liibeeno لن يفلح قوم ولو امرهم امراه والبخاري صحيح البخاري يقول قوم قف دمر ما راح كبت من اللي بانا ما راح كسر اذا ميت تحت تشريعه قضيه الى شرع الدجيه ومضوا يكون اقمد لا برلمان واحد اللي هو هيئه ذاك ابو السرعي فيري ما ها شورى حتى شورى يا شيخ اسمه البرلمان هي ابو شرعي الدجيه كواحد واحد ضلال الرجال قوامون على النساء رجع التاجن مسؤولية الضمع. بيرجع حتى مركز لا تشوجا وحلا غلا إلا كلا ضمبيو. أسيج المسؤولية ده. أسيج المسؤولية ده. مركز دمر كوكبتش لم تطرح ضار. لا بد على طريقة أنا شرعي من الحويني من كل ماله. من الحويني كوري إنه كتر دارمه. إياه أهل الحل والعقد إنه كشوريا. من الحويني هو كتر دارمه يا كويمد عمر بن الخطاب. شورا دي يا كويمد أبو بكر دي. عثمان ده علي ده انك صار عثمان هدي حديث تابع الدين هذا صوما مركا انت هتا شرعي انت هتا وحكا الصوحر ان من حوينين لقول هذي هو الضلال
جبهه انت لا سميه لو راديا وا ضلال لكن في ريه ميد كلا جبتي حديقه جبهه اسك سميسته الى هي عاصي او دفك برت صاره او سدو لاينهاي اون لاينهاي قبصده مسلم نو يهي او سنقال اهين واجب الى الضيعه وامركو قبصده كد ركو ودن كو دن قبصده وحكو هيستان العرب واجب الى الضيعه ما بنانا دبي لو دغلا سغ حيل الله فساد كما امره فساد انا كد عاصيه انا مركه لهلا دغلا دي ليره الهي الفساد كما امره لكن اسب الطريقه وصبر وحرام الهي معاصي اسب اما امضى مسلم هدو يهي ودن كو دن قبصده وكا هذا الملك تلو شرعه ونبي يقال إمام مركو وطن قطع هدو قفصده شرعه إسلام كما أقول إلا هدك الله أمير ألالي معكو مسلم يهينا وشرق وطن كينو هايستان ابنكو هايستان وشرق وهؤلاء كواس أنصو شيغني الخرفاء وخرفدي خرفدي الراشدون هنون سنايي المهديون إلا هنونيي وإلهي هنوني الذين وخرفدي قال رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم فيهم في شأنهم عليكم لازما بسنة سنة ده واسم فعل أمر عليكم بمعنى إلزموا لازما بسنة سنة ده إيه وسنة الخلفاء خلفدي سنة ده خلفدي الراشدين هنوسنا المهديين إلا هنوني من بعد أن قد قال كي سنة ده لازما عبد قنينة عليها سنة ده بين نواجد الجوسات بمكو قنينة الحديث كده واحد صحيح هاي حرفات المصاري هذه صحيحة وياه وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخلافة خلافته من بعد أن جاء جبالك 30 سنة وصد صنع خلافة إقدام بيضة وحلو لجدا خلافة على منهاج النبوة خلافة قصة طريق النبي صد صنع بس يسعد صدق صنم خلافة على منهاج النبوة خلافة قصة طريق النبي صدق صنم ويو فكان آخرها متكي وجودا بي خلافة علي وي رضي الله عنه إن صدق كي صنم سدانا وقيب سمع أبو بكر الصديق وهو هي إلا بصنم هي صدق بلاد هي سجال هبين عمر بن الخطاب نتران صنم يلح بلاد هي صدح معلومات عثمان بن عفان لبيه طوان صنو ايو هي او لبيه طوان معلومات بمن علي نوحو هي افر صنو هي سقال بلوت مركا لسكو دارو والاواتن هي سقال صنو هي ليه بلوت ليه بلوت اكادما صدق وحا ليه بلوت هي حسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حسن هي ليه بلوت مركو هي معاوية هي رجيسين ولين ميشو ديكره انت كلا تعلق حسن حكومة معاوية نودة المسلمين طبعا سواها حكومية معاوية نودة المسلمين طبعا سواها حكومة ملوك المسلمين تو معاوية كبلا عبتنا صدن كيسا نساس يقول ما مركا فيري ماشا اسم معجزاني هذا الكمالي بفيري اي عطاقي ومعجزو عرين اولد عينو كوها من نبو وليه صدن صنعي طريقي يكوسو عني طريقي يكوسو عني لحدي براد أو حسن بن علي كسر ما وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم حسن بن علي ولكي سوى قال وهو يعني فاطمة الشيخ بنت رسول الله إن ابني هذا سيد ولكي كان هو سيد والله على الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين ولك من المسلمين ولكي كان هو سيد وحربك كرتو حقيقة إلى هي كل شيء سيو لبقى حاب أو مسلمين أو وين غير شام هي غير عراق مسلمين انتو ديو كلابن اصغا هشيسيه عامل جماعة اللوبحي افرتن يكون مركا يجريو دو هيد عامل جماعة اللوبحي افرتن يكون هجريو مركا يهد الا ما بقو طبان يكون هجريو مركا يهد وقبن بيش ربيع الاول مركا افرتن يكون ايو وحاو اياكو معاويو امير كمؤمنين تنغض امير المؤمنين بوها سحابي جلينا نوايه فضيلوين بدان نواري لكن ملكي هل كاس قبل الله لكن خلافة على منهاج النبوة هل كاس يقول الله ونشهد وحن وما قاتك عينا للعشرة طرنكي بالجنة جنة وما قاتك عينا
ونشهد وحن أبا مرقاتي كعينا للعشرة طبان كي نبي أبا مرقاتي كعي بالجنة جنة كما سيدي أبا مرقاتي كعينا شهيد أبا مرقاتي كعي اللهم أيها النبي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيدي أبا مرقاتي كعينا شهيد اللهم أبا مرقاتي كعي النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي وغيري أبو بكر في الجنة أبو بكر جنّد أهابه وجنّد قيل دوناوي وعمر في الجنة عمر جنّد أهابه وعثمان في الجنة عثمان جنّد أهابه وعلي في الجنة علي جنّد أهابه وطلحة في الجنة طلحة جنّد أهابه وزوير في الجنة زوير جنّد أهابه وسعد سعد في الجنة سعد بن أبي وقاص وسعيد سعيد بن زيد بن عمر بن نوفل في الجنة جنّد أهابه وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف في الجنة جنّد أهابه وأبو عبيدة ابن جراح ابو عبيد عامر بن جراح في الجنه جنود وهذا طبعا كاس هل حديث النبي كتري هل حديث وطبعا كود كتري النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدك النبي جنود او بشاريه ما هم طبعا كلي اي طبعا كان وحا لسو خيرا هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه مد ولبا يا وقت غدنتين شرحها كو دغيا كا اقرسو وكل من قف دمنتس شهيد له النبي النبي وما قاتك صلى الله عليه وسلم بالنبي النبي وكل من قف دمانتيس دي شهيد له وما قاتك اي النبي النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه تشنو قف كسته او نبي جنو وما قاتك اي شهيدنا له وما قاتك اي نبي جنو قف كسته اما تون كان هادين اما بك هادين قف كي نبي يرو اهل جنو واهل جنان لين الا ايمانك يا فمينت امرك فمين انك مت امرت ان قاتل الناس حقا يقول لا اله الا الله ويؤمن بي وبما جئت به qofku gaalnimo ka bixin ma haduu sanadiga diintiisa roonayn marka diinta nabiga ka mid tahay qofkii nabigu jannada uga maqati ka ciyaano looga maqati ka marka dadku jannada uga maqati ka ay ka qowlihi nabiga qowlkiisa ka mid ah uu nabigu yiri al hasan wal husayn hasan iyo husayn waa labadii wiil oo faadima binti rasuulullaah ee dhashay ma cali ibn abi talib labadaas wiil sayyida shabaab ahli janna ahli jannaha shabaab kooda labadooda sayyid waa labada ugu mudan oo ugu fadliga badan weey sharaf ahlul janna ahlul janna baa waa sharaf laakiin yaa laga soo hadalkaan waa aamun yuraadu bihi khusus waa aam laakiin khusus ya galay oo waxa laga reebaya nabiyalko dhan kadibna waxa laga reebina dana abu bakr iyo umar ee 10 mushriin oo dhan hadana laga reebi 10 mushriin oo dhan ayaa hadana laga reebi saas waa loo fasira illa ilaaha illa ahlul janna nabiyalkii ku jira نبيك حسن وحسين وكف فضل بلين عشرة المبشرين كتلة وكف فضل بلين حسن وحسين مركا وعام يراد به الخصوص وعام هذا كان لكن خاصة اللي رجعه ووحا لقى سوري النبيالك عشرة المبشرين واسا لقديم ساس والله فصل وحا كلام اللي رأى ذاتك ايابو قرملو قاعد انتك ايه كمالك قال ايه ايو فضل بلين ان سنو الشيخوقة قارب سنو شيخوقة دائما الدخن مالا ذاتك ايان قارب waa saluure jeeda saasna waa leeyahay haylay in inna kontor ku dhintay inna waxa weey 61 laakiin ogaa taas diideed 61 ogaa duqulimo waa lagaa marka sida horeeyto ayaa iska fudud marka xasan iyo xuseena kamid ah ahlul janna oo nabigu ugu bishaareeyay wa qawli nabiga qawlkiisa kamid ah li thabit ibn qais thabit ibn qais wuxuu ku yiri innahu min ahlil janna thabit ibn qais ansaru kamidiya وأنصار ثابت ابن قيس ابن شماس قال له هذا الأنصار الخزرجي خطيب الأنصار يوم هو آب هذا الله وهذا الفصاحة من إلهي سي يوم يمامة سنة كوبي تمناد إيه هجرية أيام للدليل أسره شهيد وحويان مركا وحينا كل جلتا إنه شهيد إنه أهل جنية حديث البخاري مسلم ايه كهد لا يسوى نسولك آياتا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي آياتا سمركا يسودك تي ayuu absaday gurigii soo faraystay aniga amalkaygu waa buray waa idan maad ayra waa opera nabiga qadkiis adkayga qadka nabiga ka kor yeelay markaas nabigu uu inkiray markii loo sheegay waa waayay hal raadiyo yiri waa loo tagay soo guriga jooga war waa maxaa ku dhacay saas ugu dhacay musiba ugu dhacday markaas nabigu bala huwa min ahli janna iska day in amalkiis buray waa ahli janna sab markaa ahli janna uu kamid yahay nabigu jannada ugu bishaareeyay markaa waa bala yahay dadka nabigu jannada ugu bishaareeyay وبني ازواج النبي كمدا فاطمه بنت رسول الله كمدا عكاشه ابن محصن كمدا عمار بن ياسر كمدا بلال بن رباح كمدا جعفر بن ابي طالب كمدا وانا اني دغيا شرح وحاصو دم يا كبره
ولا نجزم ما قوينا إنه لأحد قفق قوين ما إنه أحد كاسو من أهل القبلة كمطة بجنة جنة قوين ما إنه ولا نار نار قوين ما إنه إلا منقف ما كان الجزم قوين له قفق أسأل الرسول رسوله صلى الله عليه وسلم لكننا أننا نرجو ورجينا للمحسن قفق عمل كوناجية الجنة ورجينا ونخاف وحن أبعب صنعنا على المسيح قفق عمل كحمية العذاب العذاب السلام مهم جدا جدا هل كانوا كجرين وما حي بس النبي صلى الله عليه وسلم أو كان هذا أقام مقاتل كعطف عن حين وأهل كان به ما ينوب فك وناك أرجنه وحويا أعمال وناك سنا كأرجنه فيما أنت يكفر عن أن أرجنه وحلا نقير اللورجين إن شاء الله إلا ما أوجي من قلبي حتى إيمان إنه كجرين مرافق يا مكلا مقا فك فيما أنت أرجنه نار قدومي نعرف جسمي ايوه حلا انا كان واحد لو ابصح اصلا لا هاي خاطر ديس الى انه وانا جاد هذو مسلمين هنا حتى فيسك اسوي كنت كل انت الى انه ضافه اسكدع الى الحديث هو وين اما الله شفع ويدي كان مركا نعرف جسمي ما ينقف ما يكون جسمي ما هان فكي كان لو جسمي والله سو شيء واحد فك نارته لو جسمي ابو لهب كان ما بقى اديركيس عبد العزى بن عبد المطلب ما كان عبد الله يا ابن عبد المطلب نبي أدير كيسا كمدا تد كان نار كلو جسمينه وإله القرآن كل شيء جينوا هو نار تبض يداء باللهب آيات القرآن مش إله لي رسي يصل عن نار ذات اللهب نار هو العيد الجل وحكم إذا زوجتيس أم جميل ومرأته حمالة الحطب هو عسى كمدا هو لو جسمينه إنه أهل نار يهين هو عسى كمدا إيه إد الله إدي كله أرنا بكم شيء إنه أهل نار إنه أهل النار أيا كمل مركل لي هاي نار وجسمين بينه إدنا أنا وجسمين كان نار وجسمين بينه إذا نار وجسمين وها كله كله مثلا بس وين أتكلم كرتا وها وين تعميم يا تخصيص تعميم كا وبنام وعلينا قال دور النار تجلي وأنا عقيدة صح قصد ما إنه كشك يا ما بنام وعموم فيري لكن قال هل كان هذا التاجن هذا هذا النار تجلى مني كرتين حيلا قربت من إسلام هذا وصار سبب التاجن طبعا شرط يكون حيلنا وبنين كان لفتك يصادو سيدا كل يوم النار تجلى وصحة ترى لكن هذا القاعد وهل كان تاجن النار وعوي النار تجلى مني صوت واحد على إسلام لكن عموما قال يكسرها قال وطن النار تجلى مؤمنين طبعا نشنا تجلى هاي المؤمن كحتى حطوا نار قالوا ولا قصوا صار عشان هو ينقل لازم حتى يمس قال ذر من عسق ذر كيد أو إيمان وقلب يسكت جرو ولا قصوا صار نار عشان ينقل مارك عموم كسوء ديك سكتة كو طلبات قف كي قال لي ما كبر الله هو نار والله قمر قتكع هبل هبل أو أتقانا قال هذا نطي وحال ليه هو أهل النار وربا مركز تو قبر يسوع مرتو وأنا ترى النار أتوجهته. ما بقى نين رمي يهوي يبيت مركز وقوي عبده كوا وأبي قال هاي بنتي مركز في النار نار تكجيه. إنك حوالا واحد ما تصلى ترى ديك عبده كوا ما بيو. من وقوي رسول الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر قال هكذا قادر ادوه الله هكذا ميل على ميشا كسو مرتو قبر قال فبشره بالنار نارو بشارع قبر كستو قال نكوى السلام وحيو رمضي وحيو كالفير هاو لبضا واجهز انت كدن بايدا قبر قال سوامر إلا نارو بشارع نارات كنترتا اني جري قبر كستو قال سوامر مركا قفكي آتهبته ولو هبل هبل باها هذي إنه أصدق قال بنتي نار والله غمر قاتك عم مثلا لا سمعت لكن حالة دي ده قف كانوا مسلم أوضان أبيغ أوغين أو نبيغ جمع ومر قاتك إنه أهل جمع إن أطراب وأنا الضلال سومالي إيهتو بحضلا تبير أهل جمع وإيلي جمع لديك ما حيث ماذا أوك إنه حتى قلبي سئيبان كتير بيضف قلبي ووحر صوني موغي أنا واحد إلهي واحد لمن وولي إلهي لي أولي إلهي أنا كم جرت وعلمت وضرب واحد لمن إلى رهيب الهبل وشهيد وعلمت بخاري وكم باكر قرأ باب لا يقال فلان شهيد
باب ويكنو وقولك هذا الله إن الذي كان الهبل هبل وشهيد إلا قفك نبغو قم قاتك حماها صلى الله عليه وسلم فتن نبغا للجوغ قال لي فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد مدع الله شيئا مكتا مكوه رواقع مركز ربلا إني رأيت في النار لبردة غلها قال الله كيف جوغ شهيد ما حدا النبي قال محمد قرب كي سكتا قال الله صلى الله عليه وسلم قال الود لي مركز ربلا كيف جوغ إنه جنات الشهيد يسكت داي نار توقف أنقوا وقولوا قال قول حق غنيمة كم إذا أنت على قيمين غنيمة سو ما تجي مركا قف كان نبي أبمر قاتيك إمامه هل ماذا ولا بيك كلام قف المسلم يقال أيام الله تعالى ما صفك مؤمنين تكُجِر قال الله تعالى ما هي الدليل نرجو له الشهادة فصل بيك شهادة من الجيلين وعلى بيك فهو شهيد إن شاء الله ولا بيك لكن حال ديدة جزم إلى ترى أهل الجنة والشهيد وولي الله فاسا لديدة فاسا لديدة لكن حديكة نرجو له الشهادة شهيد إن شاء الله إن شاء الله تطفيح تدمع بخاري باب وقبطي باب لا يقال فلان شهيد نكاسو سوري عمر بن الخطاب ودينة يمكن عمر بن الخطاب ودينة يمكن بل مكو بن تاج عثمان ابن مدعوم قبر سحابيات أو الذي يجري أم العلاء أي واحد ترفيني واحد تري رحمك الله أبا صائب إلى هيا هكون محرص أبا صائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله وحن مرقاتك إلى هينك كرامي ما بيقول شوكا صلوات الله عليه صلوات الله وسلام عليه ما بيقولك وكونك مرقاتك أيضا مرقاتك أنا وكونك وهو يري وما يدريك أن الله أكرمه يا كل شيء الله كرامي يا كل شيء مركزان وحن ريتري لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن رسولك ألا ما أبي سحاي جاس أديك تلتشو حد الدنتي حد على كرامي يا على كرامي مركز النبي وهو يري صلوات الله وسلامه عليه وهو يري النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من كان يقين تأوت من موت في أويمي والله إني لأرجو له الخير والله أنا خيرا أرجينا وما أدري ما يفعل به وأنا رسول الله أنا رسولك الله ما يدخل فهو حلو صميم فيري كل وحي يدخل من دروب يا مرد أنا رسولك البخاري يقول صحيح البخاري حديث كذا مركة هي أهل الجنة والشهيد وولي الله وأويا تأسر الله شرما أرين تسأل الله إسكالك قف كاد وانا كو اركتو وانا غن رجينا قف كاد فمان كو اركتنا واو عبسانا قف كاد هبتو قال دي ما كو دنتين النار او بشاره مركا وانو عاس مركا سلاس وي عقيدة بيضا اهل سنو او قرآ ولا نجزيم او قلمة كتاب كستو عقيدة بلا نساس او تالا بحاول سلاس او تلي سوما فاسي عقيدة او تالا اهل سنو ولا نجزيم او قلمة انو لأحد قف ومن اهل القبلة كمتا بيشانة تيشانو ولا نار النار إلا من قف ما هني جزم الله رسول رسولك وجوهي لكننا أننا نرجو ونرجعيننا على محسن قف كعمل كوناتينه أرجمه الجنة تجنة أما الخير خير والنخاف وحن وعب صينا المسيء قف كحمان تصرينا العذاب عذابا وعب صينا تسوي منهج أهل السنة عقيدة أهل السنة أن واحد شرى قف عن نبي قد شنا أبو بشارين وبعد أهل السنة يرهدين ولا بيكر أهل الجنة أبو بحبي حليه سيدا شغل سلام متيب يقول له قفك وحويا إمام من أئمة السنة نوضع أي مسلمين تكو اتفاقا إمام نمديس مسلمين تردن أي أمر قاتيك عام ولا بيكرا أهل الجنة ولا بيكرا ووحي يدري شيء الحديث كي نبي صلى الله عليه وسلم وحي لسو مرسيي وحويا من مركز سيدتك وحي له أي حمام كش أي وراك كشيك أي رأى الله ونكي فعناي ساسا ينقصر وجبه mid kale la soo marsiin ka soo xumaan ku tilmaamay taas uu wajabay nabiga waa la waydiyay wajabadu waa maxay markaas uu kan marqaati waxa uu noqoteen oo ku amaanteen wanaag idinku marqaati yaraati channa uu wajibtay kana xumaarad ku waa marqaati kaxdeen mara uu wajibtay marka waxa ilaahay marka culimada gabal yar kamid oo ahlus sunnaha kamid dadka ahlus sunnaha ahl ilmiga ah طريق الصحابه ku sugan ila saxaabada ay dadka nabigu yiri marqaatiyad ka furteen طريق الصحابه ku sugan qofka ay ku ittifaqaan sana waa loo marqaati ka ay kana
سداسي رهدي ولا نكفر قال يسمى انه احد قف قف كاسو من اهل القبلة اهل القبلة كمدا بذنب بسبب ذنب ذنب او قال سببته ولا نخرجه كبحما انه عن الاسلام اسلامك بعمل بسبب عمل عمل حمو سميه سببته ونرى وحن حق أرقنا الجهاد ونرى وحن عقيدة سنة هدى الحج حجك إيو الجهاد جهادك ماضيين إنا السقنا أيام وأن لنا سقن مع طاعة كل إمام مدحوينك استأيض الله أدعي برا مدبار يكان أهاي أو فاجر أما مدفاجر أهاي وصلاة الجمعة صلاة الجمعة جائسة ومدبنان خلفهم قلالك ولا نكفر أحدا مسألة مهمة وأهل السنة هي أهل البدع وكل خراب بحان وهي مسألة دانو أهل السنة عقيدة يروحها وهي قف أهل القبلة أهل القبلة ومسلمين قف كان تكر وقال أهل القبلة كم يطمعها المسلمين تارك صلاة وصدقوا كفار تكميدي أهل المسلمين تكم يطمعها قبر مسلم وكما حرمتو حدود من توقف مسلم ومطح لك رهنتيني سواء للو وليو بيت المال خلوشو عرورتي سمطح لك رهن سوف عروتي سما دخلو هويي سابيس بحال كوماله وا قال جنازه لو متو ككرو قبره مسلمين ترى لو حارك لو ما حبار كرو ما لا دقي كرو ما لا واخا وين وان جد انت لو قوي قرنكيس اسو سن مسلمين او دبن جد قمس قبر قال هذا ميلها كيلين قالها لو دم قبره قالها لو سو اسا فار صلاه وا قال لكن تبقى مسلمين تهتو كده قف كميت دمبي او غاي سببتك او غاي سيمن وزينيستي قمر علي وحوي وحبو حري إصبارو لكتي قف مسلم هو دلي بينو شاقي وقال يسمي أهل سنوه وحي لأنا قف كاسو كالاتو مؤمن ناقص الإيمان ومؤمن إيمان كيسو ناقص وحي لأنا المسلمين تو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة إيمان كيسا مؤمن كيه فاسق نوحو كيه دم بقوينو قال سداس عقيدة أهل السنة خوارج تقلاف صنع كبيرها دو قالوا وقال قبل الإسلام كوا كبح يقف قام رئيس كعدا يهوك سلطة يغانا مسلمة متشرتي كلي وحاقروا قلاف صنع أهل السنة معتزلة ووحي لين مسلمين توا كبح الإسلام كوا كبح قال لنا المجاري هو بحوسي شفايا هل كاسي كبحية لكن أهل السنة وحي قبان ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أما سمؤمن ناقص الإيمان ساسي قبان أهل السنة ساسي قبان لكن مسألة مهمة هجرت وأنا إنا أقولت هذيك الضلال هي إرجاء أياتكم بحيصة وحيطها مركة أي أهل السنة ليه ولا نكفر أحدا قف قال يسمى إنه ومن أهل القبلة كاملة بذنب كو قال يسمى إنه ذنب وحي ماشي إذن ذنب بذنب دون الكفر الأكبر ذنب قال لقوليه هاي قفك اللغوك قال يسيما كبعيد وكبع كريا ودنبك قال لماذا وين كسوكي دونون تولا يقلب سنطا ذنب مكفر ذنب قفك قال كتنك يو إسلام لماذا كساري إيا ذنب أن قال لماذا جارسيسني لماذا راسي دونون تقلب سنطا ذنبك اللغوليه يقول قال يسيما إنه ودنبك شركك أكبر كأنا هين ومعاسد الكبائر تيكوا لمتا يكوا كسوكي ساسوي سيدا عاسين أهل سنوهم كتبوه وعديا حتى كورنا انتا عشر كان خينا وطاقا وكوشيك ومركا أقلنا إني أركان الإسلام شنط أركان الإسلام ميت حدين لغتك والسوء فقسين قفوا نكو قالوبة لكن أفر تكالي وصلاة إيا سكالة إيا صومك إيا حاجك أهل سنوه اسمو قلاب سينا سوء أخرين كان أهل سنوه كميدا وحي قبان أفر تاسدو كتب وجوب كودنا أقلي هاي كو قاربين وجوب كودنا أقلي إنو دندامي ويس أقلي كو قاربين قال أهل السنة كم دانا إنا قبان وحن سوغيني أفر تمد ألا مدو كتبو حتى حق هنا دو ويجب لماذا وقع مسلم وكس صلاة تكدي دولة إلهي يعني عاسي صلاة ويجب يقول تكافر وين بالله القبيل أصل الصحابة الويقين ساسي نيجري هل السحابة لغمها هيوه مسلم ان سيدا سو كلاتو قف كس سكدا ام بين اي تو كلا وا كافر كفارتو كبي دي مسلمين تكمت ما قف ك ان سوري اول سوق واجب يا الله عاسي انو وا كفارتو كبي دي وقوله سنه صدق لنا يا مراجع ليدي
حجك كذلك قفك حجك كو واجبين آدم حجك ويقو واجبين الله عاسي الله يقعفي أم السعر وقف أهل السماء قبل عقب قبل ما حي قبل مرحطو كريه إنو الدنبابي واجبك ألا نقول إياه أنا توحيد سنيه وعاصر ماذا قول بو أهل السماء قبل سوى جيد مركب هكاس أقرأينا وعن قدرني الشيخ الإسلام يتامي فتاواه مجلد كتضبعنا كصور نقول أصدقوا للمركب أهل السماء كليهين لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ذنوب وحلولة كذا كبائرك ذنوب مكفرات كبيرة بجيد ذنب هذا الشرك كله وحوية اللي لم تشيره الدنوب تكسر قيدوي كو قال عيسين ما ينهضوصا حراشا لكن الدنوب تنزل يستجد هذا ما يقف أنك قفنا مبوا منه وإيه حلال واقع دون تقام ربع أبني إلى أنك عبتان لإيمان دي دان واقع وحراشا استحلال دون طوح ربي إلى هذا أنك وبعضه حتى يروا حلال واقع دنبك لكن عدوصا حراشا لكو قال عيسين تاسي أهل سلطة لكن دنبك هذا أصابه قال لي حراش وبعضه سيد إلهي إلا عايو دينة إلا عايو نبيك إلا عايو ملائكة إلا عايو مصحف كقرآن كوكشن قبل قطوره سرب لو سجوده ميت كالطوغو وقرقار لو يديستو وهو يندنوب تاس وكفر أكبر قفك لبهما محلاشت لبهما بارتكابه سمين كأو سويه قلوبه بالشرط لكن وحا شرط وحو يان أوكالية وحو يان القصد والمعرفة والاختيار وعدم تأويل وعدم بقى مكفر كعقفك وكو قالوا بقى كليا وحا شرط دي القصد انو قصدي سواء قصدين هكو خطأ وقضى عاي خطأ إلهي ومضى ومقبطه ربنا لا تؤاخذنا إن نصينا أو أخضأنا إلهي وكو الحديث صحيح المسلم كان نبقى يريد ألا يريد عم وإن كيا ومثلا قف كتاب القرآن كاي قشن كتور وقال إلا هو قصد يسمع لكن هردو كسر صدق قبا يكون استاذ قالوا لنا حتى دم اللي قريب حلوى خضع وشرط انه قصدي الثاني المعرفة وانه اقلى وحام انه دم به والهي الديني لكن ما بقى الهي انه ديني دم به قال ما كون قالوا بي شرط وحاء انه اختيار وهو يعني اختيار وصمعين وانه قصبا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان كفر يا وقف 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 ما كنت بابا حتى دم اللي هو قريبا اسكت دينو قالوا بي وتأويل وحا وحاوين آيات قرآن دليلة عن كهدين آيات قرآن مرأة حرام مشيقة آيات قرآن مرأة إليك هالله يروح سيدا وحاوين قدام وحاوين نيس حالي فيري قدامة من المطعون نيس حالي آقام رعب يقوكل وبتري وليبا بتري ما كاسالي رور قدامة سالي مركز ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات فيما ضعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا صالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا آية قرآن مؤمنين تدمر ما هو وحي مرضى الله كبقايا ويسكحل وحلال لا يروا وانا قالوا لما اجمع عقوك حلال شرقا مرضى إنه قالوا بيس كده صحابات ومده هو قالوا هل صحابي مرضى عمر بن خطاب تاجنا صحابات يسكوية وقالوا وحن الله قمرضى آية الدريشنة صح محان سمعية وحالي بيها الله الشيخ وهذا يكلع بديدا مرحا لغتشو وكفار المقايا هذا يكلع بطان حدك قمرضا لغوغا ويكلع بطان حدك لغوغا بس سو ما جيدي مركا دنبقا مكفر كعا كما جيدي دنبقا الولاي لغوغا على يسيما قف بخاري أنا مطني بيس أساس باب كبكتي بخاري باب كوية اللي باب المعاصي من أمر الجاهلية معاصي دو دقا ماذا كفارتك مثل كل جيد معاصي وغا وانا هنقاوة ولا يكفر صاحبها لكن قفت معاصي السمية دقن كوسمين دقن قالها أهابو لكن لقو قال يسمى ولا بهم قاله دقن كوا دقن قاله لكن قفت يسمى لقو قال يسمى كله البخاري توقني ما دو دقن قاله إسلام كما قلت توقني زنا دو دقن قاله إسلام كما قلت زنا قمر دو دقن قاله إسلام كما قلت قمر اللعب لكن هذا قفت يسمى لقو قال يسمى لقو قال يسمى بارتكابها السمين توسمى لقو قال يسمى توسا حلاشا يقول إمام البخاري إلا بشرك قال ماذا ويلك بجرد تاس سمين تالغو قليسينا هذه الشروط دي اللي هلا مواني إلينا ماشي خبها لكن مسألة مهمة جدا مسألة داس واحدة قاعد أهل السنة أي اجمع كوهينا جدا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه قف كستو قال ماذا كل دعا قال ماذا كدو الإحمي
قف كست أوجان لما كنا عين وأجاريري أهل السنة مالك ما قرأ أهل السنة واحد قرأ قف كجان لما كنا عين قارنا وأجاريرا قارنا جاريري أم حد عين قف كواحد جاريرا أفر شرطي اللي جهره أفر مانعنا ليش اللي جواي أفر شرطي هذي اللي جهره أفر تيم مانعنا اللي جواي ما كسو جاريرا لكن هذي شروط دي مت كبيرة اللي جواي أما موانع اللي مت كميله تاجي هي جالوب ما سوى قال لما كنا فعل كان يفعل كان على كلا قاضي إجماع إنه كوكب أنا لسمو مرك إجماعات كاس هي الدلة دي ده خلينا طبعا صلنا قلينا إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما لو ما قاعد كره جمهورية إسلام جمهورية إسلامية صما إحنا شو تقول أتسوى كذا صما جمهورية شيطانية على ديك كره جمهورية إسلامية على ديك فتك أبو بكر من علامة يا مولى الجمهورية الإسلامية أبو بكر هي عمر هي عثمان بكر من علامة عائشة بكر من علامة تك بها يا قرآن في النبي قال قصة ودي شو والله ما أكثر فيس قرآن كان ما هني ولا بدري تطريك ألفين إلا بدري قرآن وإلهي لا أنا أخفي وحاسب الجمهورية الإسلامية ذيك أبدا تمسلا الله تصل على كل قصة بتقولي ولا الله سبحانه وتعالى